لو علمونا أقل لكنا تعلمنا المزيد. أنا لست أستاذا جامعيا، لذلك أفضل أن أبدأ في الكشف عن قاعدة الأولى من خلال استعادة تجربة الحياة التي تعود إلى بعض الوقت. أرسل لي أحد الأصدقاء صورة، وكان في الصورة جدارا كتب عليه النقش التالي: ربما كلما قللنا من علمنا كلما تعلمنا أكثر. تسألت على الفور عن معنى تلك الرسالة، وتذكرت تلقائيا أنه قبل أسبوعين كنت قد اخترت استخدام تشكيل يوفنتوس غير النموذجي في مباراة ودية ضد فريق يوفنتوس تحت 23 عاما. لقد قلت غير نموذجي لأنني في الحقيقة قمت بإشراك اللاعبين المتاحين دون إعطائهم أي إشارة إلى الخطط التي سيتم تبنيها والتكتيكات التي يجب مراعاتها. أدركت على الفور أنه خلال الربع ساعة الأولى أظهر اللاعبون مصاعب كبيرة، لكنني بقيت هناك لمشاهدة المباراة دون التعليق عليها من مقاعد البدلاء. في غضون ذلك أدركت أيضا أنه بعد 3 إلى 4 دقائق فقط من اللعب بدأ مدافع الشاب دانييلي روجاني في تقديم اقتراحات. لقد كان رد فعل عفوي في محاولة لجعل اللعبة بناءة. برأيي هذا يعني أنه بدأ يفكر بنفسه. لقد رأيت ذلك الشيء إيجابي للغاية، لأنني أؤمن أنه لا ينبغي تخلي اللاعبين عن أنفسهم، فمن الضروري من ناحية أخرى عدم وضعهم في مخططات تعليمية صارمة للغاية مما يحرمهم من الإبداع. ينطبق هذا النهج على كل من الأطفال واللاعبين الأكثر خبرة. من الضروري محاولة إعدادهم وبنائهم، ولكن من الضروري أيضا تعليمهم التفكير بشكل مستقل. لا أريد أن أتوسع في هذا الأمر لأنه سيكون مفهوما سنعود إليه في القاعدة التالية هنا، ومع ذلك أود أن أؤكد على مدى أهمية مبادرة اللاعبين الأفراد عندما يكونون في ظروف من الحرية العقلية بدون مدرب. علمتهم درسا عن كل ما يمكن وينبغي القيام به. التدريس هو أصعب وظيفة في العالم. الآباء والأمهات الذين هم أول معلمين لأطفالهم يعرفون شيئا عنها، وحتى الأساتذة يعرفون شيئا عنها، والذين في المدرسة يستبدلون أو على الأقل يضيفون إلى شخصيات الآباء والأمهات. وعلى كل حال في مجال الرياضة لن أعرف فعل التدريس بأنه مهنة، لكنني أفضل التحدث عنه كمهمة، لأننا جميعا مدعوون عاجلا أم آجلا لتعليم شيء ما. من الواضح أن هناك العشرات من النظريات حول هذا الموضوع، ولكل منها شيء صحيح. لدي النظرية خاصتي وأود أن أستعرضها بالعودة إلى مثال عملي. لنفترض أنه يجب عليك تعليم الطفل كيفية ربط حذائه. إنها لفتة بسيطة ولكنها مهمة للغاية، لأنها علاوة على ذلك ممارسة تتكرر بمرور الوقت وستخدمه مدى الحياة. سيكون الطفل قادرا على تعلم الحركة بعدة طرق، لكن فكرتي هي أنه يجب أولا أن أكون الشخص الذي يوضح له كيفية القيام بذلك، أو على الأقل كيف تعلمت ذلك، وبعدها فقط يكون من المناسب السماح له بالتصرف بضمير المتكلم، مع العلم أنه قد يكون مخطئا في البداية. يقولون عني كارليتو ماتزوني: دربت ماكس في نابولي عندما كان لاعبا، لقد كان لطيفا، لقد جعل نفسه محبوبا حتى لو لم يقتل نفسه في التمارين. على الأقل لقد بذل جهدا للتحدث باللهجة النابوليتانية. لعب القليل لكنه كان جيدا. كان يسعى لتحقيق المجد الذي لن يصل إليه على أرض الملعب بل من مقاعد البدلاء. لقد أراد الفوز وكان جيدا من الناحية الفنية، ولكن فقط عندما أحب ذلك. أليكس فيرغسون: إنه مدرب استثنائي، جعل من يوفنتوس فريقا قويا.
إذا نقلنا الكثير من المعلومات إلى الطفل فهناك خطر أن يصاب بالارتباك في النهاية. بدلا من ذلك، بفضل خبرته المباشرة، إذا كان الحذاء مرتخيا بعد خطوتين فسوف يفهم أنه حدث لأنه لم يشد الحذاء بدرجة كافية في هذه المرحلة. سأطلب منه إعادة العقدة عن طريق الشد قليلا، ولكن دون التدخل شخصيا أو إظهار العملية مرة ثانية. ستكون النتيجة قبيحة على الأرجح، لكنها ستصمد. في هذه الحالة سيتحقق هدفنا عندما يفهم الطفل أن العقدة جميلة من الناحية الشكلية، ولكنها ليست ضيقة كما ينبغي، ستكون أقل فاعلية من العقدة الملتوية والقبيحة، والتي تكون قادرة على تحمل ضغط الأحذية عندما يمشي ويركض. بعد ذلك سيصل إلى علم الجمال بمفرده، ولكن في وقت لاحق فقط، عندما يرى الدانتيل على حذائي، أو الأفضل أنه سيتعلم ذلك من خلال محاولة تقليد ما يفعله زملائه الأكبر سنا، ربما عندما يستعدون معا لمباراة كرة قدم. لقد اعتمدت على مثال عقدة الأحذية لأنه كان يزعجني كثيرا، أنك تريد اختصار كل شيء في التدريس دون ترك مساحة للتعلم. يمكن ويجب أيضا تطبيق هذا على لعبة كرة القدم في الواقع، حيث نحن الآن رهينة للعلم ونتعرض لقصف من الأرقام. غالبا ما ننسى أن تحقيق الاختلاف النوعي الحقيقي هو دائما الحركة التقنية، لقطة الفرد الذي يخترق ويخلق مساحة، فرصة، هدفا. بالحديث عن قاعدة أخرى، أعتقد أنه يجب تدريب البساطة دون دمجها في نظام يضحي بها. قبل الختام أعود للمقارنة بين الطفل الذي يتعلم ربط حذائه واللاعب الذي يتدرب على بساطته. في حياتي كنت دائما أقبل بكل سرور العقبات التي وقفت في طريقي دون أن أخيف نفسي. اليوم وبعد سنوات عديدة جئت لتطوير هذه الفكرة الخاصة بي إلى الطرف المقابل، وأتمنى في بعض الحالات أن أجد نفسي أواجه صعوبة في ذلك. لماذا تسأل؟ الأمر بسيط للغاية، لأن العقبة تجعلني أنمو، تكملني، تسمح لي بالتحسن. وكيف يمكن للطفل أن يتعلم ربط الأحذية دون أن يواجه أبدا عقبة الاضطرار إلى القيام بذلك حتى لا يفقد حذائه؟ إذا لم يضطر أبدا إلى ارتداء أحذية ذات أربطة، بالتالي إذا تجاوز الحاجز لن يعرف أبدا ما الذي يعنيه أن يضطر إلى ربطها. وبالتالي يمكن أن يكون المبدأ النهائي هو: أحتاج إلى العقبة لكي أفتح لنفسي إمكانيات جديدة ولأتعلم مفاهيم وحلول أخرى. ماذا يحدث في كرة القدم؟ هل تساءلت يوما لماذا تلعب بعض الفرق بشكل أفضل بعد طرد لاعب منها؟ إن البطاقة الحمراء لأحد زملائنا في الفريق هي بلا شك عقبة، والتي بدونها لن نعرف على الإطلاق كيف نلعب جيدا في 10 ضد 11. لذلك لم يعلمه أحد ما يجب فعله في المرة الأولى، ولكن في هذا المنعطف بالتحديد سيكون اللاعب التفاعلي قادرا على التعبير عن لعبة أفضل من زميله الذي اعتاد على تلقي الدروس في كل شيء حتى على حساب التضحية بابتكاره. وها نحن في ذلك الوقت إشارة إلى أسبوع المدرب المثالي. ربما يتمثل تطبيق ما سبق حول ربطة الحذاء بالجلسة التدريبية الأولى بعد مباراة البطولة. في الواقع في تلك المناسبة يضطر المدرب لإشراك اللاعبين الموجودين تحت تصرفه، وترك أي لاعب مصاب أو أولئك الذين قدموا الكثير، وبالتالي يتعين عليهم التعافي تحسبا للمباراة القادمة. يوم الأسبوع هو يوم الاثنين إذا تمت جدولة مباريات دولية أو بطولات أخرى، أو يوم الثلاثاء إذا كان الأسبوع المعني هو الذي ينقضي بين مباراة البطولة العادية
والأخرى التي تليها. أيام الاثنين والثلاثاء هي أيام استرخاء من الناحية التكتيكية. ربما نتحدث عن التكتيكات أمام الفيديو، ولكن بمجرد عودتنا إلى أرض الملعب نعتمد بشكل متبادل على إبداع الأفراد. باختصار، ربط الجميع أحذيتهم بأفضل طريقة يعرفونها.